وحنان وكل أحواله يتحسس خطى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقرب نبينا إلى الخيرات. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى ومن هذه الرحاب الطاهرة من فحل مسجد طارق بن زياد في مسافة محمود الزيتون في محافظة القاهرة، نعود بحضراتكم إلى روضة القرآن التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عبد الوهاب العزم والفعل. الآن نبقى مع تلاوة المباركة يكون علينا الخليجي راغب مصطفى غربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله 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 عليك صلى الله عليه وسلم. افتح عليك. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. صلى الله عليه وسلم.
وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان افتح عليك. بسم الله ما شاء الله. والله عليم حكيم. سبحانه سبحانه كل شأن. وإن المقسطين. نعم. صدق الله.